مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي من البرلمان. نتابع معا حصيله اعمال مجلس الامه خلال هذا الاسبوع، وفي بدايه هذه الحلقه نقف معكم عند الذكرى الثانيه والخمسين للمصادقه على دستور دوله الكويت. ففي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 صادق المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح على الدستور واصدره رغبه في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي. في يوم الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 وقف التاريخ بنفسه ليشهد أمام العالم بأسره تسجيل حدث استثنائي بكل المقاييس وهو وضع دستور لدولة الكويت ضامن العديد من المواد الناظمة لحكم السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية 11-11-1962 هو تاريخ بالنسبة لنا علامة فارقة هي مفصلية في دولة الكويت هي نتاج لتراكمات دستور 1921، دستور 1938، دستور 1939، وبالتالي اصبح هذا الدستور هو والأق... الاعرق والاقدم على مستوى دول الخليج او دول مجلس التعاون عموما. الدستور الكويتي يعد الاقدم في منطقه الخليج العربي، ياخذ بالنظام الديمقراطي، فهو عصاره للتجارب خبرها الاباء والاجداد عبر كفاحهم الطويل، ليكون هذا الدستور صالحا في كل مكان وزمان. بدون أدنى شك الدساتير لا تكتب لأوقات محدده ولذلك الدساتير تكتب باقتضاب باختصار وتسمى الدساتير هي القوانين المختصره حتى يستطيع المجتمع أن يطور نفسه وآلياته حسب ما يقتضيه الزمن أو المكان الذي توجد طبيعة الحال الدول فيها وبالتالي الدستور دو دستور دولة الكويت وصالح لكل الأوقات هو منسجم مع القواعد في المجتمع ومنسجم مع تركيبة المجتمع الكويتي كذلك الدستور يعتبر الوثيقة الأولى والأساسية في تاريخ دولة الكويت دستور ارتضاه الحاكم والمحكوم كل السلطات داخل الدولة حكام ومحكومين تدور وجودا وعدما مع نصوص هذا الدستور وبالتالي هذا الدستور يعني يلتزم فيه الجميع بقواعده بكل ما المواد الموجودة فيه وبالتالي لنا أن نؤكد على جزئية كذلك بغاية الأهمية أن نظام الحكم ديمقراطي وفقا لنص المادة السادسة من الدستور نظام الحكم الديمقراطي السياده فيه للامه مصدر السلطات جميعا جدير بالذكر ان الدستور الكويتي ينقسم لخمسه ابواب تضم 183 ماده مشاهدينا الكرام وان كان مجلس الامه قد غابت عنه الجلسات العاديه هذا الاسبوع فقد شهدت اروقه المجلس نشاطا هاما وعملا برلمانيا متواصلا وللتذكير بهم ما جاء في جلسته العاديه الاسبوع الماضي برئاسه رئيس المجلس مرزوق الغانم فقد بحث المجلس العديد من القضايا الهامه كما شدد عدد من النواب. على ضروره الارتقاء بالجهاز التنفيذي للدوله ومعالجه القضايا التنمويه والاسكانيه والتعليميه والصحيه شدد عدد من النواب خلال جلسه مجلس الامه العاديه الاسبوع الماضي على ضروره الارتقاء بالجهاز التنفيذي للدوله ومكافحه الفساد وحمايه المال العام والتركيز على معالجه القضايا الاسكانيه والتعليميه والصحيه واجمع النواب خلال مناقشتهم الخطاب الاميري الذي افتتح به حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الثلاثاء الماضي على ضروره تعجيل الحكومه في تنفيذ المشاريع الكبرى وفق خطه التنميه وتنويع مصادر الدخل في البلاد وتحملها مسؤولياتها في ذلك لا سيما مع ما تشهده اسعار النفط من تذبذب وانخفاض. وأكدوا أن النطق السامي كان نبراسا حقيقيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية حيث رسم خريطة الطريق في تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب الكويتي مشيرين إلى ما تضمنه خطاب سموه من أهمية التعاون بين السلطتين وفق ما أقره الدستور. وطالب النواب بترجمة مضامين نطق السامي إلى برنامج عمل وتشريعات لا سيما في تحصين الوحدة الوطنية وحماية البلاد من الإرهاب والأفكار المتطرفة وحماية الشباب من الفكر المنحرف إلى جانب إعداد التشريعات في شأن المناقصات العامة والوكالات التجارية والاستثمار الأجنبي بغية تنويع مصادر الدخل والتي أكد عليها سموه حفظه الله وأشار النواب إلى أن اسمه أكد ضرورة تفعيل المجلس لأدواته الرقابية على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية مؤكدين أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم ورعايتهم وتأهيلهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل وأكدوا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية الى جانب قيامه بمسؤوليته كقطاع بتوفير فرص العمل للشباب الكويتي واعدادهم وتاهيلهم بموازاه القطاع العام فضلا عن اهميه محاربه الواسطه والمحسوبيه وشددوا على أهمية سرعة معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وتوفير الضرورات الإنسانية والتعليمية والصحية لهذه الفئة مشيرين إلى أهمية التنمية البشرية للأفراد وخصوصا الناشئة ورعايتهم ودعمهم من كل الوزارة المعنية ودعوا الحكومة إلى ضرورة اليقظة والحذر من تداعيات الوضع الإقليمي والدولي والأحداث الملتهبة والتطورات الجارية في المنطقة للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها كما ثمن أعضاء مجلس الأمة في نفس الجلسة الرسالة الواردة من صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه المتضمن شكر سموه للأعضاء على تهنئتهم بمناسبة تسمية سموه قائدة للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركز للعمل الإنساني وأشد النواب في كلمات خلال الجسد بجهود سموه الانسانيه ومبادراته الاغاثيه في الازمه والكوارث حول العالم مشددين على اهميه توثيق هذا الحدث التاريخي وترسيخه من خلال انشاء مركز انساني عالمي في الكويت تأكيدا على التسمية التي حظيت بها البلاد من الأمم المتحدة وأضافوا أن هذا التكريم الذي جاء تقديرا لأعمال الكويت الخيرية وسجلها الحافل بالاستجابة الفاعلة للأزمات وأيد الخير من أهل الكويت وجمعياتها الخيرية وسام فخر واعتزاز يزيد من مسؤوليتها في العطاء والبذل الإنساني والخير عقد مجلس الأمة جلسته السنوية الحادية عشر المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والذي أكد أن مجلس الأمة لن يدخر جهدا في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه على تم الاستعداد للاستماع إليهم والتجاوب معهم عقد مجلس الامه الاثنين الماضي جلسته السنويه الحادية عشرة المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يرعاها ويترأسها رئيس مجلس الامه مرزوق علي الغانم. وخلال هذه الجلسه اكد مرزوق علي الغانم ان المجلس لن يدخر جهدا في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وانه على اتم الاستعداد للاستماع اليهم والتجاوب معهم مضيفا ان جلسه مجلس الامه لذوي الاعاقه مناسبة خاصة للاستماع لهم ولمرئياتهم ووجهات نظرهم من أهل الشأن قائلا إنه من واجبنا الاستماع إليهم والتفاعل والتجاوب مع ما يطرح من موضوعات وقضايا وملفات لأنهم الذين يملكون الحق عن الحديث عن قضاياهم جلستنا الحادية عشر لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الجلسات السنوية التي تم تدشينها قبل عشر سنوات بمبادرة محل تقدير وعرفان من قبل رئيس مجلس الأمة السابق السيد جاسم الخرافي. الأخوة الحضور لا أريد في افتتاح الجلسة أن أطيل الكلام فهذه الجلسة مناسبة خاصة للاستماع لكم لمرئياتكم ووجهات نظركم فأنتم أهل الشأن وأنتم الذين تملكون حق الحديث حول قضاياكم وواجبنا هو الاستماع والتفاعل والتواجد والتجاوب مع ما يطرح من موضوعات وقضايا وملفات الأخوة الحضور في كل حركة, حركة مطلبية لفئة ما جماعة ما تشترك في هم واحد وقضية واحدة هناك نجاحات وأخفاقات مد وجزر مكاسب وخسائر تقدم وتقهر سرعة وأبطاء هذه طبيعة الأمور لكن الاهم بالنسبه لي هو الصوره الكبرى الواسعه المشهد العام لتلك الحركه المطلبيه الحقوقيه ذات الخصوصيه هل نحن نتقدم في القضايا المتعلقه بذوي الاحتياجات الخاصه ام لا هذا سؤال جوهري نبني عليه اذا كان الجواب الموضوعي نعم فنحن نسير في الاتجاه الصحيح يبقى السؤال الملحق بالسؤال الاول وهو سؤال مهم ايضا ما هي وتيره هذا التقدم هنا محل النقاش والبحث والعمل اذا كان هناك نوع من الاجماع على ان هناك تقدما ولكن ببطء فهذه الحقيقه يجب الا تدفعنا الى القنوط لان الوجه الاخر لهذه الحقيقه هو ان هناك اراده جماعيه لتحقيق التقدم ولكن وسائلنا تحتاج الى مراجعه وهذه الحقيقه ايها الاخوه افضل كثيرا من حقيقه الا لا يوجد تقدم هنا او هناك وأن الإرادة المجتمعية والمؤسساتية من حكومة ومجلس ورأي عام ومؤسسات معنية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة معدومة وغائبة أقول تلك النقطة السابقة لأنني أؤمن بأن القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم بل بعمل دؤوب يتطلب إرادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية وإصرار وصبر ومثابرة عمل يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق ويبني عليها بطيئة تبدو في بعض الأحيان لا بأس المهم أن البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعود بغي أن التأكيد على قضية أكدت عليها العام الماضي نحن في مجلس الأمة لن ندخر جهدا لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى أتم الاستعداد للاستماع إليكم والتجاوب معكم نعم مجلس الأمة أمامه ملفات وطنية كثيرة مهمة وأولويات متعددة لكن ثقوا ان قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا. سنعمل معا لتحقيق ما نستطيع تحقيقه، وسنبني عليه وسنؤسس فوقه اتساقا مع العنوان الذي اخترتموه لهذا العام، يدا بيد نبني وطن الغد. من جهتها قالت وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل وزيره الدوله للتنميه هند الصبيح ان ابناءنا واخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه في ايد امينه وهي يدي مجلسي الامه والوزراء. واضافت الوزيره الصبيح في كلمه لها خلال جلسة السنويه الخاصه لذوي الاحتياجات الخاصه ان الحكومه تسعى جاهده لتلبيه متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصه وان ابوابها مفتوحه لهم. اليوم كان هناك جلسه خاصه للمعاقين وهو اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين واستمعنا للكثير من المطالب والكثير من ايضا المعانات التي يفترض على المسؤولين ومنهم اعضاء مجلس الامه ان نستمع لهذه المطالب وان نترجم هذه المقترحات الى عمل وهناك بالتاكيد بعض المواد الخاصه لقانون المعاقين 2010 او 8 على 2010 يفترض ان يتم تفعيل العمل بهذا القانون وان ننبي للمعاقين احتياجاتهم الضروريه منها توفير مدارس تلتزم بالمعايير الدوريه الدوليه الخاصه لذوي الاحتياجات الخاصه وكذلك انشاء مقر متكامل للهيئه يكون فيه كل ما يحتاج له المعاق من كوادر بشرية مدربة وأيضا مرافق متكاملة توفر فيها أيضا الخدمات التي يحتاج لها المعاقين بأنواع الإعاقة المختلفة لهم وبالتأكيد اليوم كان هناك شفافية ومصارحة من قبل المعاقين بجميع إعاقاتهم المختلفة وكان هناك يعني استماع وانصات لهم وان شاء الله احنا ايضا نوعدهم في لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه ان نتبنى هذه المقترحات وهذه المطالب وان شاء الله نعمل على تحقيقها. منذ عشر سنوات عندما استنها سعاده رئيس مجلس الامه السابق السيد جاسم الخرافي وترك هذا الميعاد موعدا لاحتضان أبنائنا المعاقين والمخاطبين بالقانون رقم ثمانية على الفين وعشرة والمؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون أو من الإشراف كمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني على الاستفادة أو تنفيذ وتطبيق هذا القانون كذلك لا شك من أنها اليوم كانت جلسة رائعة التقينا بالفاضلات والأفاضل من القائمين والساهرين والعاملين بإنسانيتهم الحقة وإسلامهم ودينهم وعروبتهم ووطنيتهم ومحبتهم للكويت وأهلها ولو حبيت أذكر أذكر الفاضلة الشيخة صبيحة الصباح والشيخة الشيخه شيخه المعذره الشيخه شيخه عبد الله الخليفه الصباح نعرف المغفور له والدها اللي نعرف نشأته وتربيته وبيته كيف يربي فكل الشكر والتقدير للشيخه الفاضله لأنها تحتضن هؤلاء الأبناء فرداً فرداً كأبناء لها وأبنائها المعاقين وذوي الاحتياجات وكل أبناء الكويت من الذين يلوذون بها وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقائمين عليها تشرفنا فيهم جمعية جمعية من المعنيين في ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم في سبيل أولا نشر ثقافة التعامل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة القوانين التي نسنها ونشرعها لا تكفي القانون رقم ثمانيه على الفين وعشره جاء وحل كثير من المعاضل والعوائق في التعامل مع احتياجات كل معاق يمكن سكرت الجانب المادي الى حد ما ولكن الثقافه المجتمعيه الثقافه المجتمعيه في الاسره في كل بيت في الوزارات، بالشارع اليوم استمعنا لبعض ابنائنا من اللي الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاهم اليوم بهذه الإعاقة وهم مكفوفين وسردوا سردا لكيفية معاناتهم اليومية هذه ثقافه مجتمع. طبعا هالكلمات اللي قيلت تحت قبه البرلمان، قبه الشيخ عبد الله السالم، يعني فعلا معاناه ابتسامات تضحيات كلها قيلت تحت هالقبه هذا طبعا انا بدوري كمتحدثه باسم ابناء المعاقين وكذلك اهاليهم احنا نشكر رئاسة مجلس الأمة وكذلك نوابنا الأفاضل في أنهم احتضنونه ووسعوا صدورهم على أساس يسمعون آه الأنات والمشكلات اللي متواجدة وإحنا عشمنا كبير أن يتحقق جزء من اللي آه بقوا أبنائهم وهذه مو بعيدة على دولة الكويت ولا بعيدة على الحكومة والمجلس خاصة أنهم حطونا تحت خيمة آه المعاقين تحت خيمة اللي آه القانون اللي حفظ لهم يعني آه كل حقوقهم وهم طبعا عليهم واجبات وإن شاء الله الله يقدرنا ان نمضي في المسيره هذه وتحقق جميع مطالبهم خاصة في دولة مثل دولة الكويت يعني تعطي المعاق, المعاق واهتمامها بالمعاق والله يوفق الجميع شكراً اعلن رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم الاحد الماضي تسلمه تقرير الديوان المحاسبه بشان دعوه المواطنين الى تسليم اي وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات ماليه مشبوهه او قضايا فساد وقال مرزوق الغانم في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الامه ان من النتائج المهمه في التقرير ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبه استنادا الى الاعلان المشار اليه خمسه مواطنين باجمالي سبعه بلاغات. اولا اود ان اخبركم باني وقعت اليوم اشرت على تقرير ديوان المحاسبه بشان تكليف مجلس الامه بتولي ديوان المحاسبه دعوه المواطنين كافه ليقدموا اي اوراق او وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات ماليه مشبوهه او قضايا فساد. مثل ما تذكرون في جلسه مجلس الامه بعد ما تم اثاره بعض الامور بتاريخ 10/6/2014 مجلس الامه في ثاني يوم كلف ديوان المحاسبه بأن يفتح ابوابه لكل من يملك اي مستندات او يطلب جهه خارجيه للتحقيق في كل ما ذكر في يوم 10/6، هذا تقرير ديوان المحاسبه وسيتم توزيعه على النواب اليوم وايضا سيكون يعني معلن للجميع كما قلنا من البدايه من مبدأ الشفافيه مع الشعب الكويتي ولكن بعض النتائج المهمه في التقرير تقول ان عدد المواطنين الذين تقدموا لديوان المحاسبه استنادا الى الاعلان المشار اليه خمسه مواطنين باجمالي سبعه بلاغات ان البلاغات المشار اليها لم تتضمن اي اتهام فيه مساس بالسلطه القضائيه او ثم اهانه للقضاء الكويتي المشهود بنزاهته ان البلاغات المشار اليها لم تتضمن شيئا مما ذكر بتاريخ 10/6/2014 وايضا ان البلاغات المشار اليها لم تتضمن اقتراح الاستعانه باحدى المؤسسات الماليه العالميه لفحص ودراسه الاوراق او الوثائق او المستندات المرفقه وايضا يعني في الختام يقول في ختام هذا التقرير فان ديوان المحاسبه يؤكد على ان البلاغات السبعه التي تقدم بها المواطنين الخمسه المشار اليهم في هذا التقرير وما ورد بها لا يطابق الموضوعات الوارده بقرار التكليف الصادر لديوان المحاسبه من مجلس الامه، وبقيه التفاصيل كلها موجوده في التقرير، وسيطلع الشعب الكويتي على كل ما جاء في التقرير. باختصار شديد احنا قلنا ان من كان يدعي او يريد ان يستعين بجهات دوليه للتحقيق في بعض ما اثير، مجلس الامه اعطاه الحق في الوصول إلى هذه المؤسسات أو الجهات الدولية عن طريق جهة رسمية رقابية وهي ديوان المحاسبة دون أن يتدخلوا بهذا الأمر إنما يراسلون هذه الجهات الدولية بناء على طلب المتقدم وكما أعلننا في السابق تنشر أي تقارير أو نتائج تأتي من هذه المؤسسات للعلن وفي الصحافة الكويتية هذا الأمر ما تم الإعلان كان موجود في كل الصحف اليومية والمدة كانت إذا ما أنا غلطان تقارب بالشهر حتى تكون مدة كافية لمن يريد أن يتقدم ولم يتقدم أحد بهذا الأمر فهذا ما حبيت أن أطلعكم عليه وسترون إن شاء الله في سيوزع أيضا على الصحافة وعلى النواب الأمر الآخر يوم 20 نوفمبر مثل ما انتم عارفين الجلسه القادمه هي يوم 18 19 الثلاثة والاربعاء يوم عشرين اللي هو يوم الخميس ستكون جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بخصوص الحسابات الختامية وأعتقد أن هذه نقلة نوعية نحو الرقابة الشعبية الفاعلة والإيجابية سيحضر ديوان المحاسبة راح يسوون برزنتيشن لمدة ساعة ونص أو ساعتين أمام كل النواب والوزراء عن كل المخالفات الجسيمة والمخالفات المتكرره ثم يجب على الوزراء ان يتحدثوا عن هذه المخالفات وما هي اليه معالجه هذه المخالفات المذكوره في تقارير ديوان المحاسبه ثم ستعطى الفرصه للنواب للتعليق على هذا الامر وبعد ذلك سيتابع المجلس عمل الوزراء نحو علاج هذه المخالفات المذكوره في تقارير ديوان المحاسبه الرقابه الشعبيه يجب ان تفعل بشكل صحيح وبشكل ايجابي وبشكل يوصلنا الى نتيجه تقارير ديوان المحاسبه لم توضع حتى اذا كان في هناك احد يريد ان يستجوب وزير معين فيذهب الى تقارير الديوان فيما يخص هذا الوزير ويستعملها كمحاور استجواب، تقارير المحاسبه ديوان المحاسبه يجب ان تقرا بالكامل ويجب ان تفعل ويجب ان تعالج المخالفات الموجوده فيها، لذلك المجلس وهذه اول مره تحدث خصص هذه الجلسه وسيخصص جلسات اخرى كثيره لمناقشه تقارير ديوان المحاسبه ومن ثم لمحاسبه الوزراء على اجراءاتهم تجاه معالجه المخالفات المذكوره في ديوان المحاسبه وهنا ومن هذا المنبر ادعو الحكومه الى الاستعداد والجهوزيه للرد على كافه الاستفسارات الناتجه من النواب وبشكل شفاف وكامل وايضا يجب ان يتحدثوا عن رؤاهم وآلية حلهم للمخالفات المذكوره في ديوان المحاسبه. إضافة لذلك اجتمع مكتب المجلس مع رئيس لجنه الأولويات الدكتور يوسف زلزله وأيضا اطلع على سير العمل القائم بين اللجنه وبين الحكومه بخصوص ترتيب الأولويات وجدول أعمال الجلسه القادمه وإن شاء الله قبل بدء الجلسه القادمه ستكون الاولويات المتفق عليها واضحه ومعلنه وستعلن من قبل لجنه الاولويات ونبدا العمل بجدول الاعمال ابتداء من الجلسه القادمه مشاهدينا الاعزاء واصلت مختلف اللجان البرلمانيه اجتماعاتها خلال هذا الاسبوع حيث عقدت عددا من اللقاءات التي خصصت لبحث عدد من القضايا الوطنيه والتنمويه العاجله بحثت اللجنه الاسكانيه البرلمانيه الاحد الماضي مع وزير الدوله للشؤون الاسكان ياسر ابل اخر التطورات بشان توزيع الوحدات السكنيه على المواطنين والمشروعات المطروحه خلال الفتره المقبله ونقل مقرر اللجنه النائب راكان نصف عن الوزير ابل في تصريح للصحفيين تاكيده توزيع خمسه الاف واثنين وستين وحده سكنيه منذ ابريل الماضي وأوضح النصف أن ما سيتم توزيعه حتى الحادي والثلاثين من مارس من عام 2015 سيصل إلى 12753 مؤكدا حرص اللجنة على متابعة آخر تطورات توزيع الوحدات السكنية وفق ما وعد به وزير الدولة لشؤون الإسكان حرصا على اللجنة في ثاني اجتماعاتها التقت مع وزير الإسكان وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة التوزيعات وتم اعلامنا بشكل رسمي ان ما تم توزيعه طوال الفتره الماضيه اللي هي من شهر ابريل الماضي بلغ 5362 وحده سكنيه على ان تتواصل التوزيعات الى يوم 31/3 من عام 2015 في نهايه السنه الماليه لعام 2014/2015 لكي تصل الى 12753 على ان توزع وحدات سكنيه في السنه الماليه من 31/3/2015 الى 31/3/2016 بما لا يقل عن 12000 وحده سكنيه لكي تلبي العيش الكريم للمواطنين واخبرنا وزير الاسكان بشكل رسمي انه تم الاستلام بالفعل منطقه جنوب سعد العبد الله في يوم 26 اكتوبر من بلدية الكويت وأنا بالشكر لوزير البلدية على سرعة إنجاز هذه الأرض وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهذه المنطقة تسع إلى خمسة من 35 إلى 40 ألف وحدة سكنية وتم تحرير أرض جنوب ضحية صباح الأحمد وشمال الخيران تسع ل 60 ألف وحدة سكنية العمل يتواصل لتحرير الأراضي بلغت الأراضي المحررة من العام الماضي الى اليوم 220 الف ارض او بما يسع لي 220 الف قسيمه جاري الان تخطيط مدينه المطلع لكي يتم توزيعها في العام المقبل مع بقيه الاراضي المحرره لكن ما تم اعلامنا عنه بشكل رسمي هو مدينه المطلع لكي يتم توزيعها شاكر لكم تغطيتكم المؤتمر الصحفي العمل متواصل ولمسنا جدية من فريق المؤسسة العامة الرعاية السكنية جهد يشكرون عليه لا شك أنه جهد غير مسبوق لقضية استثنائية لحالة استثنائية أود أن أوضح نقطة بأن القانون الذي تم رده من الحكومة بشأن من باع بيته وسدد غرض لبنك الائتمان أه اليوم لله الحمد يعني تم التوافق مع معالي وزير الاسكان أه على ايجاد ان شاء الله بدائل اخرى أه بحيث أه نستطيع الكويتين اللي هم الان بلا سكن وبناء ماوى طبعا كانت هو بيع عقاراتهم وارتفاع الاسعار الذي حصل والان طبعا هم بدون سكن أه لله الحمد تم التوافق مع الاخ مع وزير الاسكان ان شاء الله ايجاد بدائل اخرى سوف يتم عرضها على اللجنه الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاحد ذلك ان شاء الله نبشر اخواننا ان شاء الله يوم الاحد القادم بان سنتوصل لحل لهذه المشكله باذن الله تعالى كشف رئيس لجنه شؤون التعليم والثقافه والارشاد البرلمانيه النائب الدكتور عوده لرواعي عن زياره اللجنه لمشروع مدينه صباح السالم الجامعيه في مدينه الاجداديه للاطلاع علي اخر التطورات واضاف لرواعي في تصريح للصحفيين انه بعد زياره المشروع كلجنه برلمانيه برفقه وزير التربيه ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى ومدير جامعه الكويت الدكتور عبد اللطيف البدر تبين ان معضله المشروع هي تصاريح العمل للعماله الوافده العامله بالمشروع وتسربها للعمل بمشروعات اخرى خارج الجامعه. ودعا الرويعي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بتظافر جهود مؤسساتها لإنجاز المشروعات وحل قضية تأخير التنفيذ مشيرا إلى أن وعود من الوزير ومدير الجامعة ومدير المشروع بإنجاز هذا المشروع في موعده في عام 2019 قمنا بزيارة مبنى الجامعة الجديد في مدينة صباح السالم وما يرى بالجدادية بصاحبة معالي وزير التربية والتعليم العالي وأيضا الأستاذ الدكتور مدير جامعة الكويت وفريق جامعة الكويت والفريق الإشرافي للعمل بالمشروع كذلك مع أخواني أعضاء اللجنة التعليمية وفي خلال هذه الزيارة يعني وقفنا على نهاية الترتيبات أو الإجراءات اللي تمت وتم مقارنتها مع الزيارة السابقة الوقوف على اخر التطورات وايضا على الانجاز ونسبه الانجاز مقارنه مع سابقاتها آه يعني ارى بان المشروع ماشي بالوتيره الصحيحه وان كان بدا متاخر وان كان هناك تاخير ببعض المشاريع الموجوده نتيجه اما لما يعرف بالحرايق اللي تمت او نتيجه لخلل اخر لكن يعني اخذنا الوعود من الاخوه في آه اداره المشروع بان الانجاز راح يكون في 2019 ما عدا الحرم الطبي اللي راح يكون لاحقا. آه النقطه اللي اثرناها معاهم هي لمعرفه ما هي العوائق اللي تواجه المشروع بحيث انه يمكن نقدر نساعدهم فيها يعني كمجلس امه وايضا كلجنه تعليميه. وجدنا ان هذه الامور يعني آه آه تتعلق بالعمالة وأيضا أذونات العمالة وتصريح العمالة وهي تتعلق بالجانب الحكومي لذلك إذا كانت الحكومة تريد أن تنجز هذا المشروع وهذا المشروع يعتبر مشروع وطني وأيضا مشروع تاريخي بالنسبة للشعب الكويتي اللي هو مشروع الجامعة في مدينة صباح السالم إذا كانت الحكومة تريد أن تنجز هذا المشروع عليها أن تضافر الجهود أيضا في جهات الحكومة وزارات الحكومة ومؤسساتها الأخرى فاذا كانت قضيه قضيه فقط على الجامعه فامر هين اذا كان على الجامعه اداره الجامعه لكن الموضوع يتعلق بالاشغال يتعلق ايضا بالكهرباء يتعلق ايضا بوزاره الداخليه والشؤون وكانت يعني او كان الشغل الشاغل اليوم على جميع الشكاوي اللي كانت موجوده سواء من المقاولين او من العاملين هناك قله الايدي العامله. انا الحين بفتح موضوع جديد على الأيد العامله اذا كانت الأيد العامله اللي موجوده وهي تعرف بحجم هذا المشروع فيجب أن يكون بالفعل توفر هذه الأيد العاملة إذا كانت الحكومة تتعمد تأخير هذا المشروع لأسباب روتينية عليها أن يعني تنجز هذا المشروع وتعمل بإنشاء جهاز خاص لهذا المشروع إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع من ضمنها العمالة أو غيرها لكن إحنا إن شاء الله راح نتعاون مع فريق الجامعة وإن شاء الله أنه يعني راح نبدي جميع يعني اه اه الطرق السليمه اللي تضمن وتكفل بان طلبه جامعه الكويت وطلبتنا واخواننا وعيالنا ينتقلون الى الى هذا المبنى في العدل في السنه المحدده اللي هي 2019 ناقشت لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه البرلمانيه خلال اجتماعها الاسبوع الماضي اقتراحا بقانون لتعديل احكام القانون رقم 12 عشر لسنه 1963 في شان اللائحه الداخليه لمجلس الامه وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون فيما يخص تعديل اللائحه الداخليه للمجلس لانشاء لجنه الاولويات البرلمانيه وتم احالته للمجلس ليدرج على جدول اعماله واضاف ان اللجنه التشريعيه احالت على اللجنه البرلمانيه المختصه اقتراح بقانون بشان انشاء المجلس الاعلى للاسره لدراسته والبت فيه مشيرا الى احاله اقتراح بقانون بشان اضافه فقره جديده للماده الثالثه من قانون 12 لسنه 2011 بشان المساعدات العامه الى مجلس الامه ليدرج على جدول الاعمال في البند الاول اقتراح على بتعديل قانون اللائحه الداخليه لمجلس الامه فيما يخص لجنه الاولويات الذي تم اضافه عليه بعض الفقرات ووافقت اللجنه عليه بالاغلبيه. ايضا ناقشت اللجنه في شان شراء الدوله لبعض المديونيات وكيفيه تحصيلها وتم تاجيل هذا البند للتحقق من بعض الامور الدستوريه. وافقت اللجنه التشريعيه في البند الثالث بالموافقة بالأغلبية والإحالة على تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم سبعة سنة ثمانين بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم واحد ثلاثين سنة سبعة ستين في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد العسكريين على غيرهم من العاملين بالتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية وأيضا وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع على اقتراح بقانون من شاء صندوق طالب العلم المقدم من السيد العضو محمد هادي الحويلة أيضا بالإجماع وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من القانون رقم 12 سنة 2011 في شأن المساعدات العامة المقدم من السادة الأعضاء صالح عاشور وخليل إبراهيم الصالح. وأيضا تم تأجيل اقتراح بقانون شأن ديوان المظالم للتأكد من ماهية الاقتراح ودراسة الدراسة السورية. أيضا وافقت اللجنة التشريعية اليوم على المقترح بشان تنظيم اوضاع الكويتيين حمل شهادات الدكتوراه والحاصلين عليها على نفقاتهم الخاصه. ايضا رفضت اللج اللجنه التشريعيه بالاجماع القانون في شان انشاء الهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب. ورفضت ايضا بالاغلبيه بشان مكافاه المؤهل العلمي بزاوله الطب البشري وذلك لتحقق الغرض من الاقتراح بقانون اخر. واستكمالا لعملها قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الأمة ستكون على جدول الأولويات إلى أن يتم الاتفاق على أهم هذه الاقتراحات وحتى يتم انتهاء اللجان من تقاريرها التي قدمت من قبل الحكومة فيما يخص المشاريع بالقوانين ملاحظه هذه انه ليس هناك اي شيء مرتبط باي مشروع قانون يتحدث عن التعديل في قانون هيئه اسواق المال ما نراها الان من وضع البورصه ووضع سوق المال انه وضع جدا حرج والناس خسرت الكثير من اموالها من كثير من الاسهم اللي يمكن بعضها اصبح يعني سعره رمزي مع الاسف منذ ان كان كانت الاسهم باسعار عاليه وجيده ومناسبه الان نزلت الى مستوى جدا ضعيف وهذا نتيجه لعدم وجود قانون متكامل يحافظ على هذه الاسعار ويحافظ على اداء السوق الى جانب ان تنفيذ القانون بالخطا والذي تم من قبل هيئه اسواق المال بتحويل الجميع دون استثناء الى النيابه دون النظر في التسلسل في الجزاءات هذا الذي حدا ان يكون سوق الكويت الاوراق الماليه ينزل الى هذا المستوى السيء والذي أبعد كثير من المتداولين عن السوق هذا الكلام ما هو جديد احنا أكدنا على الإخوان في الحكومة في دور العقاد الماضي عندما تقدمت أنا ومجموعة أخرى من الإخوان النواب بتعديلات على قانون هيئة أسواق المال حتى نصوب ونصحح مسار السوق الحكومة قالت بأنه نريد شيء من الوقت حتى نستطيع أن نقدم شيء متكامل على التعديلات المقترحة على القانون حتى يتم مبدا التعاون مع الحكومه قلنا خلاص سنعطي الحكومه هذا الوقت وطلبت ان يكون هذا الوقت بدايه دون العقاد الحالي يعني نتكلم عن شهر 10 اكتوبر لكن مع الاسف الشديد عندما تقدمت الحكومه الان في اولوياتها لم نرى شيء متعلق في هيئه اسواق المال انا شخصيا اتصلت بالاخ وزير الماليه واكدت عليه لانه هو الذي كان معنا اثناء ما نفذ هذا القانون قانون هيئه اسواق المال فهو ادرى في المواقع التي تحتاج إلى تعديلات وما شابه الأخ وزير المالية أكد على أنه أصبح من الضرورة الآن التعديل على القانون اتصلت شخصيا بالأخ مدير هيئة أسواق المال ورئيس مجلس إدارتها وأكد أيضا أنه هناك ضرورة جدا لأن يعدل هذا القانون لكن أن لا تأتي الحكومة بأولوياتها بهذا الشأن هذا أمر لا يسكت عليه ولذلك ما سنفعل إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم سنلزم الحكومة على أن تجلس مع اللجنة المالية للنظر في الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعديلات على قانون هيئة أسواق المال وتقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر وإلا إذا بننتظر الحكومة على يعني هذه البطء في العمل أنا أعتقد سوف لن ننتهي وعلى هذا الأساس كثير من الأخوان في المجلس موافق على هذه الفكرة اجتماعات اخرى وعلى مدار الاسبوع شهدتها اروقه مجلس الامه لعدد من اللجان البرلمانيه خاصه منها التي تهتم بالجوانب التشريعيه والاجتماعيه والاقتصاديه. اعلن مقرر لجنه الاولويات النائب عبد الله التميمي عن عرض الفريق الحكومي للجنه اولويات الحكومه في دور الانعقاد الحالي موضحا ان اللجنه اطلعت على أولويات الحكومة الجاهزة وهناك مشاريع لدى الحكومة لم تنتهي منها بعد وقال التميمي إن المشاريع الحكومية الجاهزة أدرجت على جدول جلسات مجلس الأمة لافتا إلى وجود مشاريع واقتراحات حكومية تتشابه في مضمونها مع مقترحات نيابية طلعنا على أولويات مشاريع قوانين الحكومة أنا سبق وطبعا ذكرت بأن الحكومة لديها للدور العقاد الحالي 37 مشروع قانون هناك مشاريع قوانين وردت إلى المجلس واللجان والبعض الآخر طبعا اللجان حتى هذه اللحظة لم تبت فيها ومشاريع أخرى لا زالت عند الحكومة لم تنتهي منها ولكن أيضا هذه المشاريع التي لم تنتهي من الحكومة موضوعة بعين الاعتبار وموجودة الآن على الجدول الحكومي هذا الجدول الآن شاهدناه اليوم وطلعنا عليه بالنسبة لما أتت فيه الحكومة هذا أولويات الحكومة حسب دور العقاد القادم حتى نهاية الدور أما بالنسبة ل ما هو عاجل بالنسبة للحكومة أدرج على جداول اجتماعات جداول جلسات الاجتماع القادم واللي يليه طبعا هذا بالنسبة لما ناقشناه اليوم أيضا توجد اقتراحات بقوانين والاقتراحات بقوانين اللي موجودة الآن في اللجان هي أيضا لا تقل أهمية عن المشاريع قوانين بالصياغه النهائيه سوف نتوافق مع الحكومه وهذا كان دور اللجنه، دور اللجنه وضع الاولويات، توافق اقتراحات بقوانين ومشاريع بقوانين حتى تدرج على جلسه الاعمال، ايضا هناك في امر مهم جدا الا وهو ان هناك اقتراحات بقوانين ومشاريع بقوانين لربما تتشابه على على سبيل المثال قانون الطفل. قانون الطفل هذا موجود مشروع قانون حكومي وموجود الآن في المجلس ومدرج على الجلسات الأولى على جدول جلسة اجتماعات جلسات الأولى للمجلس وأيضا هذا موجود ايضا ب... باقتراح بقانون وتعلمون تماما انه هو موجود في لجنه المراه ولذلك ايضا دورنا احنا ان نوفق ان ندمج الاقتراح بالمشروع ونتوافق على قانون كامل بتقرير واحد لا يكون تقريرين تقرير للاقتراح وتقرير للمشروع يكون الاقتراح والمشروع بتقرير واحد طبعا الاخوه اعضاء الحكومه اطلعونا على اولوياتهم ولكن يعني لها نوع من الخصوصيه والسريه حتى انهم لربما هناك يتم في تغييرات حتى لا يكون هذا ماخذ عليهم ان هذا هو اولويات الحكومه حتى نهايه دور الانعقاد ولكن اتوا بتقريبا تصور يعني لربما يكون هو ما سوف يذهبون اليه. ناقشت لجنه الشؤون الصحيه البرلمانيه الاسبوع الماضي اقتراحا بقانون بشان تعديل قانون التامين الصحي على الوافدين. وتوقع مقرر لجنه الشؤون الصحيه البرلمانيه النائب سعدون حماد في تصريح للصحفيين ان تنتهي اللجنه في اجتماعها المقبل مقترحا بقانون بتعديل قانون التامين الصحي الخاص بالاجانب واضاف حماد ان التعديل على قانون التامين الصحي ينص على فرض تامين صحي على كل زائر الكويت كشرط لحصوله على تاشيره الدخول للبلاد اجتمعت اللجنه الصحيه اليوم وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جدتين برقم اثنين مكرر واثنين مكرر ألف القانون رقم واحد لسنة 99 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والاقتراح مقدم من خليل الصالح، صالح عاشور، خليل عبد الله وسعدون العتيبي. و ناقشت اللجنه هذا المقترح وناقشناه مع الضيوف، طبعا ما انتهت اليه اللجنه ماده اثنين مكرر لا يجوز لاي جهه رسميه في الداخل او الخارج لها صلاحيه اصدار تاشيرات دخول الاجانب، منح هذه التاشيرات الاجانب القادمين للكويت بصفه مؤقته أو لغرض الزيارة قصيرة المدة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة تواجدهم بالبلاد. في البلاد. والمادة 2 مكرر ألف يصدر وزير الصحة قرارا يتضمن الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي للفئات المذكورة. وأخذنا بملاحظات الأخوان من الداخلية والخارجية والشؤون ورأت اللجنة أنه نأخذ جميع هذه الملاحظات ويكون في الاجتماع القادم تقرر اللجنة الموافقة على هذا المقترح من عدمه ولكن التوجه الآن بالنسبة للجنة اللي الموافقة على الاقتراح التعديل المقدم ولكن بعد ما نراجع ملاحظات الإخوان في الداخلية والخارجية والشؤون كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبد الصمد عن أن اللجنة تدرس تكليف ديوان المحاسبة بحث مزايا القياديين المالية الناتجة عن عضويتهم في مجالس إدارات أو فرق عمل أو لجان إضافية لعملهم واوضح عبد الصمد ان الكثير من هذه المميزات الماليه الناتجه عن عضويه اكثر من مجلس اداره القياديين وفي فرق ولجان يكلف جزء كبير من الميزانيه مبينا انه بعد انتهاء الديوان من بحث هذه المميزات او هذه المزايا ستتم معالجتها من خلال تشريع يقضي بالحد من عضويه القياديين في اكثر من مجلس اداره أو لجنة أو فريق عمل مبينا أن عضويتهم في كثير من اللجان والفرق ومجالس الإدارات بالأساس لا تترتب عليها أي إنتاجية نتيجة لكثرة انشغال هؤلاء القياديين. قررت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي استكمال التحقيق في بعض القضايا المحالة لها تمهيدا لإعداد تقاريرها التي ستحال إلى مجلس الأمة بعد الانتهاء منها. وذكر مقرر اللجنة النائب سيف العازمي ان تحقيق في صفقة الداو كيميكال احدى القضايا التي ستستكمل اللجنة النظر فيها مبينا ان لدي اللجنة تقريرا اوليا معدا من اللجنة السابقة وسندعو المستشارين لمناقشة التقرير قبل احالته الى المجلس واضاف ان اللجنه قطعت شوطا كبيرا في التحقيق في الداو كما انها بصدد فتح ملفات القضايا المهمه لتبيان الضرر على المال العام لافتا الى ان اللجنه ستستفيد من تقارير ديوان المحاسبه قبل انجاز تقاريرها قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلماني النائب عبد الله المعيوف إن اللجنة تنتظر قانون التجنيد من الحكومة ليتسنى لها الاطلاع عليه خصوصا أنه نما إلينا إلى أن هناك وفودا عسكرية قامت بجولات عمل إلى الدول التي تطبق نظام التجنيد مثل سويسرا والإمارات للاطلاع على تجربتيهما والوقوف على ما توصل إليها وذكر المعيوف ان هناك تعديلات على بعض مواد القانون الذي قدم سابقا متسائلا هل قانون التجنيد الجديد سيكون عسكريا كاملا ام انه تدريب ويختصر العمل فيه على المرافق العامه وعن مستجدات ملف التجنيس اجاب المعيوف نحن ننتظر ما تقدمه الحكومه لنا خصوصا انها تمتلك جميع المستندات داعين الحكومه الى حسم القضيه فمن يستحق الجنسيه وفقا لثبوتياته الرسميه يمنح الجنسيه فورا بدلا من التاجيل غير المبرر ومن لا يستحق نعمل على ايجاد حلول له وذكر ان اللجنه ستلتقي رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجه قضيه المقيمين بصوره غير قانونيه صالح الفضاله لمعرفه اخر المستجدات قريبا متمنيا تجهيز دفعه تجنيس قبل نهايه العام الحالي لاسيما ان الحكومه ذكرت اكثر من مره ان هناك ملفات جاهزه انتهت لجنه حقوق الانسان البرلمانيه خلال اجتماعها الى تحديد اولوياتها لدور الانعقاد الحالي لمجلس الامه في وقت قررت فيه دعوه المختصين والمهتمين بحقوق الانسان الى اجتماعاتها المقبله وذكر مقرر اللجنه النائب حمود الحمدان في تصريح صحفي ان اولويات اللجنه تتمثل في انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والمحال الى اللجنه باقتراح نيابي ومشروع حكومي. واوضح ان الحقوق الانسانيه للمقيمين بصوره غير قانونيه ستكون ضمن الاولويات بالاضافه الى قانون الوحده الوطنيه ومكافحه التمييز العنصري. واعلن الحمدان ان اللجنه قررت دعوه وزير التربيه ووزير التعليم العالي الدكتور بدر عيسى ورئيس الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه صالح الفضاله لمناقشه ما يتردد عن وقف تعليم ابناء المقيمين بصوره غير قانونيه في المدارس الحكوميه على ان تدعو اللجنه في اجتماعات لاحقه الاختصاصيين والمسؤولين والمهتمين في قضايا حقوق الانسان. مشاهدينا الكرام أخبار أخرى ومزيد من نشاطات مجلس الأمة لهذا الأسبوع نلخصها في التقرير التالي عقد مكتب مجلس الأمة إجماعه الأحد الماضي برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب وقال مراقب المجلس النائب أحمد لاري في تصريح صحفي إن مكتب المجلس ينسق مع الحكومة حاليا بشأن عقد جلسة خاصة يوم الخميس الموافق العشرين من نوفمبر الجاري للاستماع إلى تقرير من ديوان المحاسبة حول الحسابات الختاميه وتكرار بعض التجاوزات والمخالفات لعده سنوات في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكوميه، واضاف ان مكتب المجلس قرر اتخاذ اجراءات قانونيه تجاه كل من يسيء للمؤسسه التشريعيه. مكتب المجلس اليوم عقد اجتماعه وناقش جدول الاعمال وكان في موضوعين اللي هو وصلنا له، الموضوع الاول هو بالنسبة لتحديد طلب تحديد جلسة خاصة بتنسيق مع الحكومة حول تقارير ديوان المحاسبة للحسابات الختامية يعني لاحظنا في كثير من الملاحظات مهمة جدا وهناك كثير من الملاحظات تتكرر كل سنة بالنسبة لتجاوزات مالية موجودة في العديد من الوزارات فارتأى مكتب المجلس من باب ممارسة الدور الرقابي ان يطلب جلسه خاصه يوم الخميس القادم تاريخ 20 11 جلسه راح تكون مخصصه لعرض تقرير كامل من ديوان المحاسبه حول تقاريره حول الحسابات الختاميه ويكون هناك نستمع لراي الحكومه وراي الاعضاء ومن ثم نخرج ان شاء الله بالتوصيات المهمه وهذا موضوع مهم ومن صلب الدور الرقابي للمجلس ومن باب الشفافيه حتى الناس تستطيع ان تطلع على كافه التجاوزات ان كانت وجدت في ضمن هذه التقارير وايضا بالنسبه للاخوان الاعضاء يعني لهم الحق يعني ان يكون يسالون الوزراء حول هذه التجاوزات خاصه المتكرره منها كل سنه النقطه الثانيه المجلس المكتب اوصى باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حول كل من يسيء الى هذه المؤسسه التشريعيه بكافه وسائل التواصل الاجتماعي او بوسائل الاعلام لان بالنسبه يعني لنا كمشرعين نقوم بدورنا نتقبل النقد نتقبل كل تعليق ولكن السب والاساءه هذا شيء مجرم قانونا ولا اعتقد اي عاقل يقبل ان يعني مثل هذه التغريدات بعض التغريدات او بعض التصريحات فبالتالي في هناك اجراءات ان شاء الله سيتم اتخاذها وفق الأطر القانونية ومن أخبار المجلس أيضا نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة ممثلة بإدارة الإعلام وبالتعاون مع إدارة متحف بيت العثمان نشاطا تربويا وتوعويا لطلبة المدارس الابتدائية بمناسبة الاحتفال السنوي بالذكرى الثانية والخمسين لصدور دستور الكويت وتضمن النشاط توزيع كراسات تلوين تحتوي على رسوم ومضامين حول حقوق والواجبات الواردة في دستور دولة الكويت والتعريف بنظامها الديمقراطي ويأتي هذا النشاط الذي شارك فيه طلاب وطالبات من كل مدارس هذا العسكر وعلي بن أبي طالب ودار السلام الأهلية ضمن سياسة الأمن العامة بنشر الثقافة البرلمانية والتعريف بالمفاهيم الدستورية بحسب الشرائح والفئات العمرية من أخبار دبلوماسية البرلمانية اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها الخامس عشر الذي انعقد في الأردن تكريم الكويت وبرلمانها ورئيس مجلسها لما قدموه من دور متميز في الاتحاد وقال رئيس الجلسة ورئيس اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ووكيل الشعب البرلمانية الكويتية النائب فيصل الشايع أن الأعضاء اقترحوا في الاجتماع بتكريم الكويت بصفتها الرئيسة لهذه الدورة اقترحت اللجنه التنفيذيه للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها الخامس عشر المنعقد في عمان تكريم الكويت وبرلمانها ورئيس مجلسها لما قدموه من دور متميز في الاتحاد، واجمع المشاركون على تكريم الكويت كرئيسة للدورة الحالية ولدورها الكبير في دعم اعمال الاتحاد البرلماني العربي، وناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماع دورتها الحالية جدول الاعمال، واتفقت على ان المقر المؤقت لاتحاد البرلمان العربي سيكون في مجلس النواب اللبناني، كما تقدمت عدة دول لاستضافة المقر الدائم للاتحاد. سعدنا اليوم بلقاء اخواننا اعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد البرلماني العربي الممثل لكل الدول العربيه والذي يعتبر نموذجا عن تمثيل شعبنا العربي في كل الاقطار العربيه. اتيحت لي فرصه التعرف عليهم اولا والترحيب بهم باسم الاردن والامر الثاني شرح مفصل للحياه البرلمانيه في الاردن ولماذا يتكون البرلمان من مجلسين وما هو الدور الذي يؤديه كل مجلس من هذه المجالس. وكان وفد الشعب البرلمانية الكويتية المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي برئاسة النائب فيصل الشايع قد التقى في عمان رئيسي مجلسي الأعيان عبد الرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حيث تم بحث العديد من قضايا التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين وأكد الجانبان الحرص على تطوير أفاق العمل والتنسيق خدمة للعمل البرلماني وإرساء للديمقراطية الحقة اليوم تشرفنا بزيارة مجلس النواب ومجلس الاعيان في المملكه الاردنيه الهاشميه واستمعنا الى حقيقه توجيهات كريمه من معالي الرئيس وتجربه الاردن في المجال البرلماني وكيف تم انشاء اكثر من يعني غرفه للمجالس ومزايا هذه الغرفتين في اغرار القوانين ياتي زياره اعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد البرلماني العربي الى مجلس النواب الاردني والى مجلس الاعيان الاردني ضمن زيارتهم الى الاردن وانعقاد جلسات اللجنه التنفيذيه في عمان بناء على جدول الاعمال المعد من الامان العام والحقيقه هذا اليوم التقى الاخوان اعضاء اللجنه التنفيذيه مع رئيس مجلس النواب وكان هنالك تبادل للأراء بما في مصلحة البرلمانات العربية وبما يعبر عن أراء الشعوب العربية خاصة, خاصة بخصوص القضايا المصيرية والمهمة التي تعترض مسيرة الأمة العربية مشاهدين الكرام لقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة دمتم بخير وفي أمان الله